مرحبا بكم متابعي قناة سؤال. هل سألت نفسك يوما ما الحكمة في أن يطوف المسلمون حول الكعبة بعكس اتجاه عقارب الساعة؟ لماذا مثلا لم يكون الطواف مع عقارب الساعة أو بحركة عشوائية؟ يستغرب بعض الناس من ذلك ولا يعرفون الحكمة من الطواف عكس عقارب الساعة. فكما نعلم نحن المسلمون بأن عبادتنا لابد وأن تبدأ باليمين، فنأكل باليمين ونسلم باليمين وندخل المسجد باليمين، وهكذا دائما ما نفعل أي شيء باليمين إلا الطواف حول الكعبة يكون عكس عقارب الساعة. فما الحكمة من ذلك؟ ستقدم لك قناة سؤال الإجابة. لكن قبل أن نبدأ، لا تنسى الاشتراك والإعجاب بالقناة ليصلك كل ما هو جديد. فهيا لنبدأ. يعتبر الحج من المناسك التي فرضها الله عز وجل على عباده المسلمين، وبالتأكيد هنالك حكمة من هذه الفريضة العظيمة التي لها فوائد مذهلة على جسم الإنسان وعقله ونفسيته. يؤكد العلماء والمختصون في علم الطبوغرافيا أن الموقع الجغرافي لمكة المكرمة يقع في منتصف الكرة الأرضية، أي ما يعني أنها واقعة في المركز تماماً. لكن الآن، ما تأثير ذلك على جسم الإنسان وفوائده؟ من المعروف أن لكل شيء في هذا الكون مركزاً يتأثر به، فالذرة لها مركز، ودوران المجرات والكواكب لها مركز تستند عليه، وكذلك الطواف حول الكعبة، والذي يبدأ بالدوران حول الحجر الأسود والانتهاء به أيضاً. أما بالنسبة للسبب الكامن وراء الطواف عكس عقارب الساعة، يعود إلى أن القلب يقع في الجهة اليسرى من جسم الإنسان، وعند الطواف سيجد المسلم أن قلبه أقرب ما يكون للكعبة. وأيضاً في الطواف مع هذا الاتجاه نجد أن سوائل الجسم جميعاً تندفع بشكل أقوى، ومنها الدم الذي يصل إلى جميع أجزاء الجسم عند الطواف، مما يقي الجسم من الكثير من الأمراض ويحفظ توازنه ويقيه من التعب والإجهاد السريع. ولذلك أثبت العلم الحديث أشياء تؤكد أهمية الطواف عكس عقارب الساعة. فالدم داخل جسم الإنسان يبدأ دورته عكس عقارب الساعة، والإلكترونات والنواة أيضاً تدور عكس عقارب الساعة. فإذا خرجنا عن نطاق الأرض وجدنا القمر يدور حول الأرض، والأرض تدور حول الشمس، والكواكب تدور حول الشمس، والشمس بمجموعتها تدور حول المجرة، كلها عكس عقارب الساعة. بالإضافة إلى حركة البروتوبلازم داخل الذرة تدور بذات الطريقة، وحركة البويضة داخل رحم المرأة تبدأ رحلتها من المبيض حتى تصل إلى عنق الرحم، وأثناء حركتها تسير أيضاً عكس عقارب الساعة، أي أنه عندما نطوف حول الكعبة نطوف مع الكون كله، نسبح الله في اتجاه واحد، وتتوحد جميع مخلوقات الله تعالى بتسبيحه. وعندما نطوف بالكعبة فإننا نكون بذلك قد طفنا في الأرض التي طاف بها أنبياء الله جميعاً، بداية من آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي النهاية، إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة ومشاهدة الفيديوهات السابقة. هل سمعتم عن حادث احتلال الحرم المكي؟ هل تعلمون من هو الرجل الذي ادعى أنه المهدي المنتظر؟ ومن هو جهيمان العتيبي؟ كل هذا ستعرفه من خلال مشاهدتك لهذا الفيديو. ولد جهيمان بن محمد بن سيف العتيبي في 16 من سبتمبر عام 1936. وقد عمل جهيمان موظفا في الحرس الوطني السعودي لمدة 18 عاما.